مرمى بديل أو استبدال المرمى في خلال 7 دقائق. جابوا مرمى جديد وراحوا مركبينه مكان اللي اتكسر. كل دي حاجات بتقول إن الأمريكان نجحوا أكيد في تنظيم كأس العالم 94. البرازيل كسبت البطولة ولأول مرة كسبتها بركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية قدام إيطاليا. قد ما الناس يعني في البرازيل جمهور الفريق البرازيلي كانوا سعداء بهذا الانتصار، لكن كان في انتقادات وجهت لكارلوس ألبرتو مدرب الفريق عشان العروض كانت خالية شوية من الجمال والأداء البرازيلي والشخصية البرازيلية الشهيرة. هي كانت بطولة ناجحة هنتكلم عليها وهنشوف بعض التفاصيل